ولا بتشوف جهنم اي كلام. الكرامي اللي بيقول حسبي الله ونعم الوكيل اتهمته بالشروع في القتل وعمله محضر في اسم من باب المجني عليها. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. ما يروح يشوفه اسم من باب حسبي الله ونعم الوكيل فيه. انت كانت هتقتلني وانت عارفه عشان الفلوس يا خوات كذاب بتخططها يا كذاب. يا اللي خدت مزرعه مخصوص عشان تقتل بنتي يا خاين يا خاين. ربنا يتوب منك. يا شايب يا عيب. يا شايب يا عيب. يا شايب يا عيب بتقتل بنتك. يا عيب بنتك يا شايب يا عيب. يا خاين. انت والتاني السفاح. ايه اللي حصل يوم الوحدة؟ ايه اللي حصل يوم الوحدة؟ حتى لو على مشكلة انت ومراتك. ايه اللي حصل يا فندم؟ عايز يقول ايه اللي حصل؟ رفعت عليا السكينة وكانت هتموتني. امها دي اللي بتتكلم سبع سنين ما دخلتش بيتها ولا التاني ولا مراتي الله يرحمها دخل بيتها. يا اخي يا مراتي اللي مقضي عليها. وانت اللي شفته على المكتب النائب العام لوحدي من غير ما اقفل تانيين.
احساسي قال لي انت مين يا خاين اللي عندك بنات وعندك ست منقبه حراميه اللي زيك لما تقول كده في الاعلام؟ ايوه ال 200 شقه الشقه دي هتبيع لها بنتي هتبيع لها بنتي الشقه اللي تهلك وعربيه شنطه اللي كنت هتاخدها بس احنا كنا صاحيين ايمن من جنبها ليه بتكمل عربيه ما حطوش يسرقوها